السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الأطباء في أحياء حمص المحاصرة يتكلم عن الوضع الطبي. السلام عليكم دكتور. السلام عليكم. بس بدنا تحكي لنا عن نقص الكوادر الطبية البشرية والاختصاصات المطلوبة. يعني شو الاختصاصات اللازمة؟ طبعا نحن عنا هون بحمص القديمة محاصرين وعنا نقص بكل الكوادر الطبية بالمواد. أهم شيء عنا هلا لازمنا حاليا بحمص القديمة اختصاص عينية، اختصاص أذنية، جراحة عصبية وجراحة أوعية. يعني المريض صار في عنا حالات بتر كتيرة، بتر ساق وأطراف بسبب إنه ما في طبيب أوعية يوصل الأوعية. بدنا طبيب أوعية، بدنا أجهزته. وعنا إصابات عينية ما في طبيب عينية يقولنا شو وضع العين، يعني شو معالجة، شو وضعه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي عنا نقص بالمواد الطبية، يعني أدوية خاصة الصادات الحيوية والسيرومات، عنا نقص شديد بالسيرومات. طب من ناحية الأجهزة الطبية شو ناقص أجهزة؟ بدنا أجهزة إيكو، بدنا أجهزة رنين، بدنا أجهزة أشعة، كلها في نقص عنا فيها. يعني أجهزة أشعة بدائية عم نركبها بإيدنا عم نشيلها ونضطر نصور بشكل بدائي جدا مشان نسعف المريض. وبناشد إخواته الأطباء اللي قاعدين برا اللي عم يشتغل بعيادته، ولا كأنه في ثورة، ولا كأنه في إخواته عم محاصرين، ولا كأنه حد بحاجته، بناشدهم يدعمونا بأي شكل بأي طريقة، المال بالجهد بالعلم بيجي لعنا بأي طريقة، بناشدهم يجوا يدعموا إخواته المحاصرين جوا. إذا أنتوا إخواتنا الأطباء قاعدين برا ما بتحسوا بالشعب المحاصر والمجاهدين الأبطال الجيش الحر اللي صامدين بوجه الصواريخ، بوجه القذائف، بوجه الجيش الأسدي، بس يعني ما بيستحقوا منكم تضمدوا جراحهم، توقفوا جنبهم إن شاء الله. شكرا دكتور، يعطيك العافية.